بعد كده هنلاقي أغنية يا مسافر وحدك وفايتني، دي أنا عملتها تقريبا يعني متطورة جدا، بدرجة إني أنا أدخلت فيها الصاجات الإسبانيولية اللي هي متاخدة أصلا من الصاجات بتاعتنا النحاسية اللي راحت إلى الأندلس عن طريق زرياب المغني والموسيقي الكبير اللي كان في عهد العباسيين وفي عهد هارون الرشيد بالذات، وهرب من سطوة هارون الرشيد لأنه خاف أنه يأذي، وخد العود وخد الصاجات النحاسية دي والعود والكاستانيت اللي أنا بقول عليهم دول اللي هم الصاجات النحاسية، خدهم زرياب وهرب بيهم إلى الأندلس، وكان العود وكان الكاستانيت مجال لتغيير شامل واضح في الموسيقى الغربية، فالعود كان أساس للجيتارات بأنواعها، والكاستانيت عملوه كاستانيت خشب بقى لا يستغنى عنه لكل راقصة إسبانيولية وكل راقص إسبانيولي. ومسافر وحدك كانت بالنسبة لي مشقة كبيرة جدا، لأن الناس بتتصور أن كل المناظر اللي بيشوفها في السينما ويكون فيها البطل قاعد منعم مبسوط مرتاح، في الواقع هو مبتلي مش مرتاح، تعبان يعني في ضنة، لأنه كل اللي حواليه تعب فيه تعب. يعني مثلا يا مسافر وحدك دي على سبيل المثال احنا عملناها في شارع، ومش شارع في القاهرة، في سكة زراعية الممتدة من القاهرة إلى اسكندرية، جينا حتة كده اختارها الأستاذ محمد كريم كمخرج، فيها أشجار على الجانبين، وعملنا فيها يا مسافر وحدك وفايتني، ومسكني شنطة وأقعد عليها في وسط الشارع، وخدنا معانا بوليس من الوزارة بإذن طبعا عشان خاطر في كل شوط نرسمه يمنعوا السيارات اللي جاية من اليمين والشمال شوية لغاية ما يؤخذ المنظر، وبعدين يفكوا هذا الحصار ويرجع تاني الشارع يرجع لأصله، ثم يرجعوا تاني يحصروا الحتة ويمنعوا لغاية ما نرسم الشوط التاني وهكذا. ولازم نكون هناك الساعة 7 الصبح، فسبعة الصبح يعني معناها أصحى الساعة 4 أو الساعة 5، لأنه عشان خاطر أقوم من النوم وألبس وأنزل وأروح لغاية هذه السكة اللي هي بينها وبين بنها، أو يعني للتقريب يعني مثلا 50 كيلو أو 60 كيلو في وسط الزحام بتاع القاهرة، وبعدين ألحق الشمس وهي طالعة، لأنه لازم الشمس تبقى في وش الأرتيست، لأنه بيجي علينا فترة وهي فترة الظهر لا يمكن نقدر نرسم فيها، لأن الشمس بتبقى فوق بالضبط والوش بيبقى أسود، فإذا ننتظر من الساعة 11 ونص لغاية الساعة 1 من غير أي عمل، مركونين يا عيني في الشارع قاعدين، اللي ياكل يوستفندياية واللي ياكل ساندويتش واللي قاعد على حتة حجرة واللي قاعد وأنا طبعا من ضمن هؤلاء الناس، ونرجع الساعة 4:30 5 أما تبتدئ الشمس تذهب. فالواقع أن الأغنية دي لها ذكرى عندي لأنها كانت مرهقة بالنسبة لي جدا 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 جدا.
مسافر وحدك مسافر وحدك وفايتني لتبعد عني لتبعد عني وتشغلني ودعني من غير ما تسلم وكفايه قلبي انا مسلم ودعني من غير ما تسلم وكفايه قلبي انا مسلم دعني يا دموعها دموعها بتتكلم دعني يا دموعها دموعها بتتكلم مسافر وحدك وفايتني لتبعد عني لتبعد عني وتشغل كان بعدك حيطول ده
هفتكرك اكتر من الاول اكتر من الاول مهما كان بعدك حيطول ده انا قلبي عمره ما يتحاول هفتكرك اكتر من الاول اكتر من الاول بس انت ايه تبقى فاكرني بس انت ايه تبقى فاكرني هنسافر وحدك وفايتني لتبعد عني لتبعد عني و...